السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير. رجعنا لكم من قناة ماستيك في فيديو جديد. بهذا الفيديو راح نتعلم كيفية قياس سرعة الداونلود والابلود او سرعة الانترنت بشكل عام بدون استعمال موقع سبيد تيست او غيرها من المواقع اللي تنطيك نتائج وهمية او غير صحيحة، طبعا حسب البينج مالتك او حسب نوع السيرفر القريب من عندك وغيرها. لذلك اليوم راح نروح على موقع، طبعا هذا الموقع يقيس سرعة الانترنت بالمضبوط. نضغط على نروح على المتصفح، نكتب بالجوجل تيست ماي دوت نت، راح يطلع لنا هذا الموقع اول واحد. نضغط عليه راح تطلع لنا هذه الواجهة. اذا ردنا نقيس سرعة الداونلود نضغط على الداونلود تيست مثل هذا، نضغط على الداونلود تيست، بعدين نضغط على تيست داونلود سبيد. بعد ما نضغط على الداونلود سبيد راح يحمل ملفات افتراضية بالمتصفح على مود يقيس سرعة الداونلود عندك المضبوطة او الصحيحة. طبعا مثل ما تشوفون قاعد يحمل ملفات، اول شي حمل كم كيلو بايت، بعدين حمل 6 ميجا، خلينا نشوف ايش قد ويكمل، وبعدين راح يعطينا سرعة الداونلود عندك. خلينا نشوف عن ما يكمل. اوكي، بعد ما راح يخلص راح تطلع لنا هاي الواجهة التالية، راح يقول لي قد سرعة الداونلود عندي حاليا اللي هي 1.2 ميجا بت و 153 كيلو بايت بالثانية. اذا ردنا نقيس الابلود نروح على الابلود تيست، نفس الحالة نضغط على تيست ابلود سبيد، وبعدين راح ننتظر الموقع يحمل او يرفع ملفات افتراضية على مود يطلع لنا الابلود الحقيقي. مثل ما تلاحظون الان قاعد يرفع ملفات او ملفات بحجوم مختلفة على مود تطلع لنا سرعة الابلود. ننتظرها شوية بعد ما يحمل. طبعا الان خلص تحميل مثل ما تشوفون جوا. طبعا سرعة الابلود عندي 216 كيلو بايت. طبعا اذا تريد تقيس الابلود والداونلود يعني سوا، نروح على الصفحة الرئيسية، نضغط على تيست ماي انترنت، نضغط على كومبايد. بهاي الحالة راح يقيس لك سرعة الداونلود والابلود وراح يعطيك النتائج وحدة. هذا نهاية الفيديو، اتمنى ما تنسون تسوون لايك. وصلونا يعني كيفكم انتم، وصلونا لايكات قد ما تريدون. لا تنسون تسوون سبسكرايب اذا كنت ما مشترك بالقناة. مع السلامة.